احنا اليوم الاحد، ضايل تقريبا 4 ايام للدريفت ان شاء الله، وانا قررت اني احول سيارتي، احط عليها كمبيوتر لينك واعدلها في هالاربع ايام. فان شاء الله انه نلحق، وان شاء الله انه اقدر اشارك وخليكم معنا. خلال الاربع ايام هذول انا بدي احول سيارتي من سيارة 340 حصان لتقريبا 450 حصان. قررت هذا القرار وبدي اسويه، كيف ليش ما اعرفش، بدي نغامر وحاول اني اشارك ان شاء الله. وصلت كار ستارت، بدي اجيب كويلات وبخاخات للسياره عشان نرفع احسن في السياره. خلي بدله سباق من سباركو، خلص افتحها. شو مرتب؟ جيب الجدل لللينك، ركبها عند رماحه، هاي بوست كنترولر، جيب كويلات. واخذنا ايش؟ بدله سباق. بدي اعطي الجدل لرماحه عشان ابلش فيها، لانها اقل شيء بدها تقريبا يومين شغل. هاي جدله اللينك. يا رماحة وينك؟ زين وينك؟ اركض اخوي عامر. ناخذ السيارة نطلعها عند رماحة على السريع. كيفك اسماعيل؟ هاي حملت السيارة، ناخذها عند رماحة، نركب عليها الكمبيوتر والبخاخات وكل شيء، بعدين نطلعها على الداينو ان شاء الله. عشان نركب كمبيوتر لازم نجهز جدلة، اعطيت رماحة امبارح الجدلة ويسعدينا صراحة. ضايل اليوم بخلصها ان شاء الله، عشان ايش نطلعها على الداينو ونجمع كل شيء على الموتور. اخذت هذا التانك، دعم بيه مي احطه بالسيارة. في عليه هون مواتير صغار مع بربيج، هذا البربيج بيروح وين؟ على الراديتر عشان لما تحمي السيارة يرش مي عليها. وصلت أرضيكا، ناخذ معدن زيت الماتور. هي رماحة تقريبا خلص الجدلة خلال يوم واحد يا اخوان، كان مخلص الجدلة كلها. وهي الكمبيوتر لينك، هلا والله، هلا هلا والله. هي غسلنا الماتور، نبلش نشتغل عشان نركب اللينك، نحط كويلات معدلة وبخاخات. ركبوا، جبنا هذا التانك يا اخوان، نحط فيه مي، وجبنا له هون هذول المواتير، بيشبك فيه المي، بروح تمشي بتمشي المي بتيجي وين؟ على الراديتر، بصير لما تحمي السيارة ببرد المي. عشان ترفع احسن السيارة بدك هون اول شيء جدد اللينك، وهي كمبيوتر لينك. جبنا بواجي جداد عشان ما تنعلش السيارة، وجبنا كويلات، مي بخاخات 1000. وهيك مبدئيا بتصير تحط بدل البنزين ايثانول. ترفع من يعني اذا كان 340 حصان انا بتوقع انا حجيب يعني 450 هيك شيء. السلام عليكم. هاي فكينا الكبك الفرتل، هي ركبنا كويلات الجداد، هنا شغالين. سلك شنيط هاي الرماحه قاعد بفرط عشان نركب الجدله بتاعت اللينك ان شاء الله. خلصنا اليوم الاثنين، نرجع لها بكره. يعطيك العافيه رماحه. حبيب مؤيد. اليوم الثلاثاء الصبح، هي جيت على رماحة بدنا نشيك على السيارة عشان ايش؟ اليوم لازم نخلصها، كنت رح اخبط بالسبويلر واموت. نفك الثلاجة عشان نركب البخاخات. هلا يرحمكم الله. عشان نركب البخاخات جداد، بعدين نطلعها على الدين ان شاء الله. اليوم الاربعاء ضايل يومين للدريفت، بكره في عندنا فحص فني، ضاينا بس نشبك الكهرباء على الكبسات، وكمان شوي ناخذها على الدين. هي ركبنا البوست كنترولر، خلصنا الجدلة، ركبنا كمبيوتر بينك، بس داين وديها على الداين ان شاء الله، ننظف السيارة ونعاير السيارة. هيك الحمد لله خلصنا السيارة على خير ان شاء الله، بدي اروح اخذها على الداينو نعاير السيارة ونشوف كم حصان بتجيب حاليا. اسماعيل اخذ السيارة، خلصنا من عند محمد رماحة. يعطيك العافية محمد، والله غلبناك كثير يا اخوي، يخلف عليك. عم بلزق السبونسرات ان ام كي وتايجر وكار ستارز اندفنشي. انا اخوان الداينو اخيرا، يعني صراحة حلم من احلام حياتي اني اعيش سيارتي على هذا الداينو. طول فترة وانا صغير كنت دائما بس اجي على هذا الداينو بس اضل اتفرج على السيارة. هيدا ندخل السيارة على الداينو.
ثبتهم هذول الجنازير عشان ما تنط السيارة وتطلع برا الدائرة. هاي السيارة هلا احمد هون مسك الكمبيوتر ببين هون معاه على الشاشة عشان اعير السيارة. اعير ضغط البنزين كلها اربع ضغط بدون بنزين. انا بدنا نعير الكمبيوتر مع احمد دحام. شو الاخبار؟ هاي كم شاف سنسور بدنا نغيره، بدنا نغير الفي في تي. احنا اليوم يعني قبل الدريفت بيوم غير وصلنا الداينو. كيف دقل بالشاشه يعني وصلنا الداينو يا رماحه. صباح الخير، مش مبين انت. السلام عليكم يا اخوي. 8 ونص حكوا لنا 8 ونص يا اخوي. صباح الخير. ليش مش راضي يعمل فوكس عليك؟ صباح الخير. الساعه 8 ونص صدنا للمكي. صحينا اليوم الصبح، رحنا على الداينة على طول، بسنا نعمل هون الانتلاج وشيك على السيارة قبل السباق ان شاء الله، وبكرة بكون اليوم الدريفت. السيارة شيك عليها على السريع، نعمل هون الانتلاج. صباح الخير احمد، كيف الحال؟ صباح الخير. هاي السيارة، هاي الكمبيوتر. شباب بدك تشيك على الإيثانول؟ Mm-hmm.
خلصنا عيار السيارة، سلم ايديك يا رماح، والله يخرب عليك، يعني اشتغل الجد بأسرع وقت والله، والله يسلم ايديك يا اخوي. دربنا السيارة والحمد لله امورها تمام، هسه بناخذها على الحلبة نجيك السيارة السريعة. عبي ايثانول من عند الـ NMK، عندهم هون الايثانول. هي بعبي ايثانول قاعد. هي خلصت السيارة الحمد لله العيار تمام، بدنا ناخذها على الحلبة نعمل فحص فني. الفحص الفني اول واحد يخلص الفحص الفني، انا فيش ولا حدا بس انا. هاي منطقة الفحص الفني سبعة ها؟ ايوه سبعة بفحص هدول الشباب بس يكونوا كلهم سيفتي وضد الحريق. تعالوا الاف اي اي، هاي البدلة هاي بن كلافا. هون بشوف على السيارة بشكل عام، بشوف على السيارة سيفتي ولا لا. طبعا بفحصوا الموتور اذا في تهريب في اي شيء بربيج موزوع شيء. السيارة في الخيمة ونشيك على التراك، بعدها ان شاء الله نكون خلصنا نرتب كل الامور وان شاء الله بكره بننزل نشارك في التراك. تعاونا على خير ونتوكل على الله. تعاونا السيارة وبكره ان شاء الله نيجي على الحلبة نغسلها ونشيك على السيارة ان شاء الله ونشارك باول التراك. هلا بس روحت على البيت اخذت رسمة التراك ورسمت عندي هون على اللاب نسيت الكرسي. هاي السيت اب تبعي لوجيتك جي 27 وهي نفس سيارتي جوا اللعبة ونفس الحلبة اللي راح اشارك عليها. هاي سيارتي هيها فرجيكم اياها نفسها بالضبط ونفس الحلبة اللي راح اشارك عليها عشان بس احفظ المسار واتدرب عليها. هيك بكون اليوم الدريفت. هسه بدي بس احط الايثانول بالسياره واجيب العده هي معي بس لحشرت بس انتوا معي كيف. طيب والله الجولف هاي بدها دراي كلين هسه شو لعين. نحط الايس بوكس هي تنكي الايثانول هي تنكات الايثانول حطيتهم بالسياره وهي البطاره. طلعنا على الحلبة معنا لبنة. ايش لبنة؟ هي محمد رماحة. يخرب عليك يا اخوي الله يسعد دينك ان شاء الله. اشكرك والله اخوي بفيش اروح البس اللواعي تبعون الاف اي اي بس اللبسه اروح هسه. السلام عليكم حبيب القلب ونروح عشان نجهز السياره نصف على الستارت ان شاء الله. خلصت اول جوله الحمد لله كان اداء كويس بس راح علي كليب واحد
نحن مجهزة للرن الثاني. عملت جولة إخواني شي بخز الحمد لله. نزلت هوا شوي فطلع الوضع مش كويس، فهلا بدي ارجع هوا، ارجع يعني ارفع الهوا وتبع الكوشوك واستنى الجولة الثالثة. رجعنا هوا الكوشوك زي ما كان، بس في شوية مشكلة بالستيرنج، رح انزل وان شاء الله انها تكون تزبط تمام وما تفلمني في الحلبة. وبس والله ان شاء الله اخر جولة تكون حلوة. يلا خلصت الجولة الثالثة الحمد لله، كل شيء كويس وكل شيء تمام وكانت الجولة حلوة. بس انا اللي سمعته انه اللايف ما كان شغال على جولتي، انا مش عارف شو هالقصة. هلا سوينا الجولة الثانية وراح ابعث لكم اياها ان شاء الله. وعليكم. ان شاء الله الحمد لله نتأهل للريد بول. راح يكون الدرفت 2-7، هذا الدرفت راح يكون فيه شيء حلو ان شاء الله.